الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على النبي الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد الاباء الاكارم والاخوه الافاضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اولا نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لاخينا مؤيد في زواجه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله زواجا مباركا إنه ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله في عجالة نتكلم عن آية من كتاب الله سبحانه وتعالى لأنه يا إخوانا أحسن ما يوعظ به هو كلام ربنا تبارك وتعالى عشان كده الله عز وجل قال في القرآن: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فما في احسن من كلام الله تبارك وتعالى قال الله تعالى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون الايه دي من سوره النور فيها وعد عظيم من الله تبارك وتعالى وربنا سبحانه وتعالى وعده حق ولا يخلف الميعاد عز وجل فربنا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إذا أول فائدة نطلع بها من الآية دي إن الوعد ده ما لأي زول يا أخوانا ما لكل الناس ربنا سبحانه وتعالى خص ناس معينين اتصفوا بصفات معينه بهذا الوعد فقال الذين امنوا وعملوا الصالحات الذين امنوا باختصار شديد يعني عبدوا الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له ديلهم الذين امنوا عبدوا الله براوا وما صرفوا العبادة لغير الله عز وجل شكد الله قال في سورة الأنعام فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يعني الذين وحدوا الله عز وجل ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم يعني توحيدهم بظلم يعني بشرك فالزول المؤمن أخوانا هو الذي يعبد الله عز وجل فبيصلي لله عز وجل وبيصوم لله عز وجل وبيتقرب لله تبارك وتعالى بجميع الأعمال الصالحة وفي نفس الوقت ما بيخلط إيمانه ده بشرك ما بيغلط إيمانه بشرك أي نوع من أنواع الشرك يعني ما بيصرف له عبادة لغير الله تبارك وتعالى مهما كان الزول اللّه مهما كان المصروف له العبادة فهو في النهاية بيعرف إنه العبادة دي حق لله تبارك وتعالى براو يعني أديك نموذج بسيط جدا الليلة أخواننا في ناس الواحد كان يضايق في أمر من أمور الدنيا كان الضيق في ناس كتار جدا بيمشوا مثلا لناس مدفونين تحت التراب والكلام ده كتير يا اخواننا في البلد دي وحتى في الشماليه نحن من الشماليه يعني الكلام ده بيخصنا كلنا يا اخواننا في ناس الواحد كان عيان بدل ما يمشي يوجه دعاء لله تبارك وتعالى بيمشي للقبه بيمشي للقبة بيظن إنه المكان ده فيه شفاء أن إحنا زمان حبوباتنا وبهاتنا ربنا يعفو عنهم ويغفر لهم كان الواحد لما يشكو من وجع ظهر أو وجع بطن بيمشي بخش القبة بيتمسح بيخوض ظهره في الحيطة بتاعت القبة بيقول جرنود بِرْ انا ما اعرف هن المحز بيفهم الكلام ده ولا دي رطانة الضناقلة بيقول شنو جرنود بِرْ يعني روح وجع الظهر وتاني بينقلب على بطنه بيقول تون بِرْ يعني روح وجع شنو وجع البطن الكلام ده وين يا اخوانا جوا القبة الكلام ده عند الله ما مقبول يا اخوانا عند الله عز وجل ما مقبول لانه ربنا قال واذا مرضت فهو يشفين ما في قبه بتشفي زول اصلا هو اذا كان الزول جواها ذاته ميت يا اخوان ما هي القبه دي الاعتقاد ما في الحيط ولا في الجدران لا الاعتقاد في زول المدفون جوا يعني اللي بيمشي داير يروح له وجع الظهر او وجع البطن هو ما طالب الشغله دي من الحيطه لا لا هو طالب من الزول المدفون جوا القبه يا اخواننا زول ميت بيشفي له زول حي أسي الكلام ده بيجي بالعقل هو زول ميت تحت التراب كيف يروح له وجع الظهر وهو في روحه ظهر ما عنده في نفسه ظهره ما في اكل الدود فحيروح وجع الظهر كيف؟ ده نموذج بسيط يا اخواننا من صرف العبادة لغير الله في البلد دي بالذات وده منتشر في كثير من بلاد المسلمين فالناس اللي بيعملوا كده ديل ما داخلين في الوعد ده ما داخلين لحد ما يتوبوا ويرجعوا الى الله سبحانه وتعالى ويخلصوا العباده لله وحده لا شريك له لما يحققوا هذا الاخلاص هييجوا راجعين معانا خاشين في الوعد في هذه الايه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات يبقى لا بد من توحيد ولا بد من عمل صالح عمل صالح بيقربك لله الله تبارك وتعالى والعمل عشان يكون صالح اخواننا لازم يكون خالص لوجه الله عز وجل ما تبتغي به شيء من احد شاكيدا ربنا لما وصف عباد له وهم من اهل الجنه قال ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله يهودينا الاخلاص يا اخوان يعني نحن ما بنطعمكم عشان دايرين سمعه ولا دايرين رياء لا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ربنا قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ليه ليه جزاهم جنة وحريرة لأنه كانوا بيخلصوا العمل والعبادة لله براه تبارك وتعالى قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه شوف ليه بيدعوا ربنا بالغداة والعشي لأنه دايرين وجه الله تبارك وتعالى ده اللي خلاص هنا أخوان ما دايرين من زول شيء دايرين وجه الله تبارك وتعالى وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال فان الله حرم عليه النار ان الله حرم النار على من قال لا اله الا الله يبتغي يبتغي بذلك وجه الله ده هنا الاخلاص يا اخوان فلازم عملك ده كله يكون خالص لله عز وجل براه ما داير ما داير ورا عملك شيء من مخلوق ده الشرط يا اخوان عشان العمل يبقى صالح الشرط الثاني عملك اللي تتقرب به ده لازم يكون موافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام تكون عندك عليه ختم من النبي عليه الصلاة والسلام دليل شرعي ثابت من الرسول عليه الصلاة والسلام ليه؟ لأنه يا أخواننا أن إحنا مأمورين نعبد الله بالدين جابوا لنا النبي عليه الصلاة والسلام ما بنعبد الله بمزاجنا اي ذول بيعبد ربنا بمزاجه تاكد تماما انه عملك ما مقبول. عشان كده الله قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، من عمل عملا اي زول من اي زول عمل عملا اي عمل اي عمل يقرب لله تبتغي به وانت العباده لله كويس؟ ليس عليه أمرنا ما عليه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام يعني الرسول ما قال لك أعمل النتيجة شنو فهو رد العمل رد والعامل ذات رد الاثنين مردودين فهو رد لذلك يا أخوانا الزول يحرص غاية الحص انت دار تعبد الله عشان تخش الجنة فلا بد العبادة دي تكون نجيضة أصل شغل ما تأكدت إنه عليها دليل من الكتاب ومن السنة ما تمش تجازف الضيع زمنك ساي شاكيد الليلة بتلقى ناس كتار جدا هم بيبتغوا الوصول إلى الله لكن بيركبوا الدرب غلط بيركبوا الدرب شنو غلط أصل لو ماشي الشمالية أضرب لك مثال قول ماشي ضنقلة مثلا ماشي المحس ماشي أي حتة حيمشي المينا البر يقطع تذكرة كسلة؟ هل حيصل؟ ما حيصل، حيمشي يقطع تذكرة النيل الأبيض؟ حيكون ماشي كده لمن يفتر، وفي النهاية ما حيصل الحتة اللي هو ماشيها. لكن ماشي الشمالية بتمشي السجانة بتمشي أبو آدم دي دي المحلات اللي بتودي شنو؟ اللي بتوديك المحل اللي أنت ماشي اللي هو الشمالية، بنفس المفهوم أنا ودار إلى إلى الله تبارك وتعالى ما ممكن أمشي أركب الدرب غلط لأنه كذا ما بصل أوعك تمشي تركب تركب دروبات ما بتوصلك لأنه بتضيع زمنك والله بتضيع زمنك وكمان لو مت على الدرب ده ما دي مصيبة أنت حتكون ما جايب خبر وحتمشي هناك بعد ما تموت حتتورط هتقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا ما مش تبقى لك مع طريقه لانه ده دا درب ما بيوديك لله يقول لك الطريقه السمانيه الطريقه البرهانيه البرهانيه دي كثيره في الشماليه اوعك تركب الدرب مع الجماعه دي. والله ما بتصل اي يقول لك انصار المهدي ديل بيوصلوك للمهدي لكن ما بيوصلوك لله انصار السنه ديل ما بوصلوك برضه الله بوصلوك الجمعيه اللي دي وفي النهايه ما بتلقى اي حاجه ولا بوصلوك السجانه فانت خليك نجيط ما تركب درب غلط يا زول تقعد تباري في الرجال ده موديك يمين ده سايقك موديك شمال انت حتكون لاف في كده لما روحك تطلع وفي النهايه تموت وانت مورط فاخواننا الدرب الوحيد اللي بيوصل لي الله هل هو الاسلام ده الاسلام قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم انا بتم الايه شوفوها صح ولا غلط ولا تموتن الا وانتم صوفيه صح ولا غلط ولا تموتن الا وانتم انصار مهدي صح ولا غلط ولا تموتن الا وانتم جبهيه صح ولا غلط ولا تموتن الا وانتم برهانيه صح ولا غلط غلط ولا تموتن الا وانتم مسلمون صح ولا غلط صح يبقى يهودا الدرب اللي بيوصل لي الله الله قال لك أوعك تموت الا إن وانت مسلم الا إن وانت مسلم بعدين مسلم دي بعدها ما في اضافات ما بتقبل الاضافه شفت كلمة مسلم قاعدة بين قوسين والاغواز دي مقفلة بيجاي في سلك شايك بيجاي في سلك شايك مسلم جوا لا بيقبل إضافة يعني بعد تديه حاجة بغادي ولا بيقبل إضافة تدخل له حاجة جوا أبدا نهائي مسلم بس أي إضافات تانية تأكد تماما إنك حتتورط يوم القيامة الله قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا يا اخواننا تسمية سمانا ليها ربنا عز وجل ليه نحن نعمل عليها إضافات يا أخي دي تسمية شريفة جداً لانه سمانا لها الله عز وجل، كونه انت بقيت مسلم يا اخي دي نعمه كبيره من عند الله تبارك وتعالى، لما انت مش انت تعمل اضافات كانه انت بتصف الله سبحانه وتعالى بانه ما اداك شيء كافيك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كانه انت بتقول يا الله يا الله مسلم دي براءه ما كفايه، نحن دايرين مسلم صوفي، مسلم انصار مهدي، مسلم انصار سنه، مسلم اخو مسلم اسيدي يركبوه كيف مسلم اخو مسلم ده شنو ده ده شنو ده مسلم ما كفايه شنو مسلم اخو مسلم مسلم دي ما كفايه وده الدرب اللي بيدخل الجنه اخوانا المهم الكلام ده كلام طويل جدا ولو نحن خشينا فيه كده فما بنخلص بالسائل نرجع للايه اذا حققنا شروط دي توحيد بالله عز وجل عمل صالح بشروطه ذكرناها نعم طيب تعالوا نسمع الوعد الوعد لنا الله عز وجل قال ليستخلفنهم في الأرض لاحظوا يا أخواننا الكلام ده كلام مؤكد مع إنه كلام ربنا عز وجل حق كلام الله حق لكن أكدوا لك أكدوا لك بإلام القسم أكدوا لك بيننا التوكيد عشان تعرف إن الموضوع ده ما فيه شك ليستخلفنهم في الأرض يعني تبقوا خلفاء في الأرض يكون عندكم التمكين يكون عندكم السلطة يكون عندكم المال أسف ذول ما بحب الحاجات دي يا أخواننا مش كل الناس بتحب المال وبتحب السلطة وبتحب أنه تكون ممكنة في الأرض وبتحب أنه اقتصادها تكون فوق وبتحب أنه تكون فوق لكل الأمم أي ذول بحب الشغل دي طيب أنت مجدار الموضوع ده نعم الموضوع ده حل ما في السوق حل ما في السوق يا ناس حل ما في تاجر شاطر حل ما في اقتصادي بارع عنده دكتوراه ولا بروفيسور حل ما عند الخواجات حل ما في اجتماعات مغلقه مش دارين التمكين دارينا السلطه في في الوطن دي نعم هنا التمكين في الايه دي ليستخلفنهم في الارض كما استغلف الذين من قبلهم عشان كمان ما تكون عندك اي شك اعرف انه الشغله دي حصلت لناس قبليك في ناس قبلينا لما حققوا الايمان وحققوا التوحيد ربنا مكن في الارض وملكوا رقاب العجم والعرب يا اخي ابسط مثال الصحابه رضوان الله تعالى عليهم في يوم من الايام كانوا فقراء ما عندهم اي حاجه وصلوا مرحلة أكلوا صفق الشجر من الفقر والجوع كويس لما نحققوا الكلام اللي الله قاله في الآية دي لما نحققوا الإيمان وحققوا العمل الصالح ملكوا رقاب العجم والعرب الله قال وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم الآية بتتكلم عن منو عن اليهود اليهود بس المخوفين الدنيا دي اليهود لسه موجودين ديل زمان اجداد الصحابه ملكهم ملك ربنا قال واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها شو التمكين ده كيف؟ الاموال كلها بقت في يدهم اليهود بقوا يعملوا لهم الف حساب ان احنا الليله اليهود بيعملوا لنا الف حساب وين تعبانين نحن الليله الواحد من يصبح الصباح يجري يشوف الدولار الليله عامل كم الدولار ده حقنا لا لا ما حقنا حق منو حق الجماعه الكفار دين طيب نحن ليه ساكنه ونقعد نسكسك فيه والليلة الدولار عامل كم وماله طلع و200 ينزل لانه نحن شغلتنا مع ربنا ما نجيضة نحن الش... ال... الايه دي لو حققناها جد جد الخواجات ديل يصحوا الصباح يفتشوا قروشنا يقولوا الليله عامله كم العمله السودانيه عامله كم الليله والله يكوسونا كواسه والله كلامنا ما عندنا فيه شك يا اخوان لانه ده كلام الله عز وجل لكن ميتان وكيف نحقق الموضوع ده فربنا قال لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الدين السي الناس ناس كتار ما دايرنه دين الاسلام ده في ناس كتار الليله ما دايرنه وبيصرح عديل قالوا الدين ده نحن ما دايرين الدين ده دا قالوا ما بينفع معانا ما بينفع معانا و بيطلع في وسائل الاعلام بيقول ما دايرين دين اسمه دين الاسلام عديل لانه الان هسي في الزمن ده ما بينجح معانا كونه تجي تقول لي للذكر مثل حظ الانثيين ده قالوا ما بينفع معانا كونه تقول لي الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ده قالوا ما بينفع معانا كونه تقول لي تقييم الحدود وتقطع ايادي السراق وكذا قالوا ده ما بينفع معنا ليه انت قايل السبب شنو؟ لانه يا اخواننا الايمان والتوحيد في قلوب الناس ضعيف جدا لو كان الليله ايماننا قوي واقبالنا لربنا عز وجل قوي كان الدين ده حيمشي فوق راس كل الناس دينا. وكان حيكون ممكن في البلد دي وفي غيرها من بلاد المسلمين عشان كده الله قال لك هنا قال لك ولا لهم دينهم الذي ارتضى لهم ودين الاسلام ده هو الدين الربنا رضاه لنا وما بيقبل غيره ان الدين عند الله الاسلام ما بيقبل غيره ما بيقبل لا نصرانيه وسموها مسيحيه وهي ما مسيحيه دي الله ما بيقبلها الله ما بيقبلها سبحانه وتعالى ما بيقبل الا الاسلام مهما الناس تكلموا ولا ونحن عايشين في بلد متنوع الديانات ومتنوع ما تعرف شنو مهما كان متنوع في النهايه انت عندك حقوق في الدنيا كان حتى لو ما مسلم عندك حقوق ودباب براو لكن نحن بنكلمك عن يوم القيامه انه الله ما حيقبل الا الاسلام الله قال ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه الله قال لك انا ما بقبل منك الا الاسلام وهو في الآخرة من الخاسرين يوم القيامة تكون خاسر إلا الإسلام الله ما يقبل إلا الإسلام كويس قال ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدل شو يا أخوان التوكيد الآية دي فيها كمية من من أدوات التوكيد عشان تعرف إنه الموضوع ده ما موضوع سهل ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا شو التمكين ده كيف أمن واقتصاد ومعيشة طيبة وسلطة ومال يا أخي أكثر من كده نحن دائرين جنو تاني إنت قال الواطة مخلوقة للكفار النعيم في الأرض مخلوق للمسلمين المؤمنين لكن لما يبقوا مؤمنين جد جد الوطن ما مخلوقة للكفار أبدا مخلوقة للمؤمنين لكن لما يحققوا الإيمان الجد ربنا قال انا ببدلهم بعد خوفهم امن يا اخي الامن ده والله انت بالقروش ما تلقاه والله تدفع قروش عشان تشتري امن والله ما تلقاه لكن الامن ده بجيبه لك الله سبحانه وتعالى اذا نحن حققنا الكلام اللي الله ذكره في الايه دي من بعد خوفهم امنا يا اخي ربنا قال لي في قريش ايلافهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف البأمن الله عز وجل البأكل الله تبارك وتعالى لكن ما عند, لا الله. عند الله لا ينال إلا برضا الله العند الله لا ينال إلا برضا الله سبحانه وتعالى ولا من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا شوف ختم الآية بكلام مهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا إذا الشرط إذا تحقق الأمن حيكون موجود والخير والنعيم كله حيكون موجود عشان ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إخوانا المعلومات دي فايتة على كثير من الناس الليلة فايتة على كثير من الناس بسبب جهل جهل كثير من الناس وبسبب أئمة الضلال الشوه دين الإسلام في السودان بالذات احنا عندنا ناس كتار شوهوا دين الاسلام الواحد تلقى طالع لمنبر 30 سنه 30 سنه بيقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وينظم اكل اموال الناس بالباطل حرام والربا حرام واتقوا الله 30 سنه في النهايه طلع ماسوره كبيره زي ما بيقولوا الشباب طلع هو اكبر حرامي وهو اكبر زول بياكل اموال الناس بالباطل دقه مقلب في الشعب السوداني نحن مشكلتنا بنتغشى سريع الا من رحم الله مين يجينا واحد جلابيته نظيفه وبيضة زي لبن البدره ولا في عمه وقاعد وبيقول الله قال والرسول قال وبيجيبوه كمان في التلفزيون بس ده يا هو مولانا ده العالم الكبير ذاته و... ودي بالمناسبه ما مشكلته ده مشكلة دي مشكلتنا نحن نحن اللي ما قادرين نقيم ما مشكلته هو. مشكلتنا نحن اللي ما قادرين نقيم يا اخي نحن لو قادرين نقيم يا اخي بشر بيستعبدوا البشر في البلد دي واحد بس عشان ابوه مسمينه صالح الناس سموه كده وعند الله ما ذاته شنو بالضبط سموه الناس صالح تلقاه هو عمره كله لافي من محل بتاع عرقي لمحل بتاع نسوان كده ده برنامجه مما ابوه يموت يجي طوال يشيل العمه بتاعت ابوه يركبه في راسه طق يقول لك ده الخليفه الخليفه بتاع منو؟ الخليفه بتاع الصالح يعني ده صالح؟ نعم يا اخوانا زلنا احنا عارفين تاريخه وللآن ما تاب ولا رجع الى الله لا 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 يقول لك ودى الولي ولي ودى الولي ولي كيف يعني؟ دي طبعا قاعده غريبه جدا في البلد دي يقول لك ودى الولي ولي طيب ودلي ومالي ولا يعني عشان شنو لا يقول لك لازم يترقى ملازم اول بعد ذاك يترقى يمشي طيب ليه ودى الولي ولي طوال يعني ليه عشان شنو يعني تلقاهم من افسق عباد الله زول تلقى مجرم شفتها بس يشيل عمة ابوه ويركبها المشكلة ما فيه هو. هو فيه مشكلة لكن ما الكبيرة الكبيرة في الشعب اللي بيصدق الزول ده الشعب المسكين اللي بيصدقوا ده تلقى الناس جاري الليو المره الدايره جانا تمشي والدائره لا عريس تمشي والما تعرف داير السوق يمشي جاري ماشي للزول داك وهو بعد ده بيستغل الفرصه ما براو الناس مشوا بيستغل الفرص بعد ده يبني عمارات يركب عربات من قروش الناس المساكين من قروش الناس المساكين باسم الولايه باسم الصلاح وباسم انه دوت ود الخلفاء ودود ود الصالحين ودوت ود مين مين, مين الكلام ده اخواننا وين في بلدنا دي الكلام ده في بلدنا دي نحن ما قاعد نمشي بعيد الكلام ده في بلدنا دي استخفاف بعقول المساكين زي ما ربنا قال عن فرعون واستخف قومه فاطاعوه استخفاف بعقول الناس المساكين فنحن يا اخواننا لو ما رجعنا لله عز وجل وحققنا الكلام الموجود هنا في الايه دي والله يا اخواننا لا حنشوف نعيم ولا حنشوف امن ما هيكون في امن اصلا طوال الناس دي حتكون خايفه ومشاكل وما تعرف ذاك ضربوه وذاك كتلوه ودين الشقلين والبلد دي بقت الامن ما فيها وما تعرف شنو بقى يقلعوا تلفونات الناس ويسرقوك نهارا جهارا و تقال السبب شنو؟ ما تفتكر انه السبب والله لان الحكومه ما بسطت الامن لا لا ده ما السبب بالمناسبه الموضوع ده من فوق الموضوع ده ينضل الله عز وجل إذا ربنا ما بسط لنا الأمن ما في زول بيقدر يأمننا يا إخواننا والله العظيم والله مهما تفعل وتجيب جميع أنواع الوسائل بتاعت الأمن كم ما ربنا أمننا والله ما يحصل أمن وكما ربنا نزل علينا خيرات وبركات والله ما يحصل نعيم ولا تحصل عيشة هنية طيبة أبدا فأخواننا أختم دي دعوة لنا نحن كلنا وانا ذاتي معاكم البنضم ده نرجع لله تبارك وتعالى كلنا اي ذول على على مستواه هو الشخصي عشان ما تقول لي هم في البلد دي اللي بيعرف الله اعرفوا انت ده ما اقصد عمنا ده معلش وعشان ما تقول لي هم اللي قاعد ياكل حلال اكل انت حلال انت مالك مال الناس فاي ذول لما يصلح نفسه على المستوى الشخصي بينه وبين الله تبارك وتعالى المجتمع تلقائيا شنو؟ حيكون يتصلح تلغائيا لكن لما كلنا نقول هم نول الصح هم نول قاعد ياكل حلال هم نول بيعرف الله كلنا حنطفش بالطريقه دي جزاكم الله خير يا اخواننا وناسف طولنا عليكم وقدم المشايخ من بعد